إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم مشاهدين قناة ست البيت. احنا النهارده عايزين نعمل الكشري المصري بقى بتاعنا، جميل جدا جدا جدا، وعامله لكم بطريقه سهله قوي عشان يعني كل بيستصعبه ويقول لا ده بياخد موال، لا ان شاء الله هعمله لكم بطريقه سهله قوي كلكم هتحبوها وان شاء الله هيبقى طعمه ولا اروع من كده، وبسر المحلات ان شاء الله هيبقى جميل جدا. هنا معانا المكرونه اهي متفتحه، دي مكرونه متفتحه احنا بنحبها بالقلم ده، ممكن تكتبوها مقصوصه عاديه او اي حاجه بس يكون معاها الاسباجيتا دي. الاسباجيتا دي انا كسرتها بالنص، ومعايا ميه بتغلي اهي، هعملها بخطوات بسيطة جدا بس تابعوني. هنحط لها ملح، نحط معلقة ملح كبيرة كده للمكرونة، لازم مية المكرونة تكون بتغلي. المكرونه ما نسويهاش قوي، لازم نطلعها قبل ما تكون مستويه قوي، لان السخونيه بتاعتها بتسويها اكتر، فلازم ما نسويهاش قوي يعني 80% كده ونكون مطلعينها، لازم تكون ايه نتك على الايه جامده شويه مش مستويه قوي. هسلقها وارجع لكم. معانا بقى الحمص دوت، هنحطه يتسلق، انا بليته 4 ساعات. ممكن لو ناويه تعملي كشري بقى تحطيه بالليل يتبل في ميه، تنقعيه في ميه كل يعني ساعتين ثلاثه تغير الميه بتاعته، لان البقوليات لازم نبلها. انا بليته وغسلته مرتين وهحطه بقى يتسلق. دي المكرونه صفيتها مش مستويه قوي، على ما اخلص الشغل هكون هي بقت مستويه جميله جدا، يعني هي نيه شويه مش قوي يعني. دي معانا البصل، دي نفس الحله اللي كنت سلقه فيها المكرونه هحط فيها البصل على طول عشان ايه ما نعملش حلل كتير ونعمل بقى هوسه الكشري اللي بنعملها دي. دي البصل بتاعنا اهوت نقطعته رفيع كده جوليان، حلقاته رفيعه قوي وفصصته بعيد عن بعضه كده، لازم نفصصها عن بعضها كده علشان تنشف كلها وتبقى جميله قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله ما شاء الله. لازم البصل الكشري يتعمل رفيع كده، اي واحده لازقه في خطها نتخلها عن بعضها بقى. هنحط له بقى عشان ينشفه بقى ويخليه جميل، هنحط له معلقتين خل. معلقتين خل جرام بقى هيخلوا البصل دوت ايه مقرمش وجميل جدا ومشربش زيت كمان ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة جميلة جدا. مش هنحط له لا دقيق ولا نشا ولا أي حاجة، هو كده بس أهم حاجة نفرفطه عن بعضه كده، كل حاجة بنسقف بعضها نتمشي ده نوسعها غير عن بعضها. دي بقى هيخليه ناشف ومقرمش وروعة ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي عنده قطعة الشيبس دي قطعها هي برضه تبقى جميلة أوي، ما عندهوش هيقطعها رفيع كده جوليان كده رفيع أهي، هيبقى رفيع خالص أهي ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة عصر. وهنحطهم في الزيت على طول لسه ما سخنش قوي يعني، هنحطهم في الزيت وهو يسخنوا مع بعضهم ويستووا مع بعضهم، وهنحمرهم وهيبقى روعة وجميل جدا. هيتحمر بقى وارجع لكم. بصلية ما شاء الله بصلية جميلة جدا، احمرت بقت جميلة ازاي، عسل جدا. نطلعها بقى على ورق مناديل، مناديل المطبخ ده عشان اي زيت فيها زياده يطلع بقى ويمتص المناديل دي، هنصفيها كده من الزيت الزياده اللي فيها. في نفس الحله اهي تنين برضو هنكمل فيها الزيت اهوت اللي احنا مطلعينه لسه من البصل، هو ده بقى سر المطاعم بقى الزيت ده، بنستعمله تاني في نفس الاكل عشان ايه هيدينا طعم البصل فيها يبقى جميل جدا. ونحمر في الشعرية، بواقي البصل اللي اتحلى ديان بقى بيعمل طعم جميل جدا للكشري، هو ده سر المطاعم بقى معاه. ان شاء الله لا قوة الا بالله، هيبقى كشري جميل جدا وروعة، ووفرنا كل الشغل كتير جدا. الشعريه ديت لازم تبقى ايه يعني
حمرا كويس يعني، نحمرها شوية في الفرن. الشعرية كده جميلة جدا ما شاء الله، جميلة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا معايا هنا بقى أنا كده رص نص كيلو رز مغسولة وغسلاه منضفاه وغسلاه. ده هو بقى قعدت برضه مليته ساعتين قبل ما اغسله، مبلول بس ما هوش مغسول ولا حاجة، وكل ده يستوي مع بعض ما تخافوش. ده بعمله كده على طول. ده طبعا كده يعني ايه توفير للوقت والجهد معانا برضه. ده حاجة جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. الكشري بقى عايزين شوية كزبرة كده ناشفين وشوية ايه كمون. الكمون ده بقى الكشري بيحب الكمون عشان العدس ده بيحب الكمون. معانا معلقة ملح كبير. ان شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة جميلة جدا. هيبقى روعة ان شاء الله. لازم نسخن كويس قوي ونزوده بمية سخنة. لازم تكون بقى بتغلي عشان الرز ايه ما يبش. هيبقى شوية كشري كده ان شاء الله جميل جدا جميل جدا وهيبقى عسل. لازم نسخن الرز كويس ونزوده بقى ان شاء الله لا قوة الا بالله. ديت مية سخنة. هما هيستووا كلهم مع بعض ما تخافوش يعني. ديت يعني طريقة مجرباها كتير ما تخافوش منه. هيستوي العدس والرز والشعرية كله هيستوي ان شاء الله بإذن الله. هنزوده زي دلوقتي الرز العادية جدا. اهم حاجة بقى نظبط الحدق بتاعه نشوف الملح عامل ايه. جميل جدا ما شاء الله. هنعمل بقى الصلصه الكشري هتبقى حاجه جميله ان شاء الله. دوت الزيت اللي هو طالع برده من قلي من تحمير البصل ما شاء الله لا قوه الا بالله. دهون بيدي طعم جميل جدا. هو دي بقى السر في الكشري بتاع بره. هم بيستعملوا الزيت اللي حمروا فيه البصل. عندنا هنا ايه طمايه نبقى فصين توم كبار هنحمرهم كويس. نحط لهم برضو شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة. الرز طعمه مغلي وطيت عليه زي اي رز بنعمله عادي. كده البصلية بقت جميلة اهي. طلع الطماطم. وعندنا هنا معلقتين صلصة كبار. الصلصة دي هتخلي ايه اللون غير خالص هيخليها جميل اوي. معلقتين الصلصة دولت هيخلوا اللون جميل جدا ان شاء الله لا قوة الا بالله. الصلصة دي انا عاملاها في البيت جميلة اوي. عندنا بقى هنا شوية بصل. البصل ده اللي احنا ايه لسه عاملينه مع بعضين مقرمش وجميل ازاي ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي بقى هنحطهم في قلبهم هنا هيدوا لهم طعم اروع. نحط لها الملح بتاعها معلقه ملح كده ايه تحدق الطماطم. هنعمل الدقه للكشري بقى مع بعضنا نفس الزيت برضو اللي احنا قالين في البصل هيبقى جميل قوي ان شاء الله. وديت فص توم صغير كده بس مش هنحمره ولا حاجه. هنتش على طول ايه ديت ما عندنا خل هنتش معلقتين خل كبار. دوت معلقتين ليمون كبار برضه. دي ليمونه كبيره واطراف. الدقه بتاعت الكشري تبقى جميله جدا ما شاء الله. عندنا ملح وكمون ما
شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا، هتبقى حاجة عظيمة. عندنا برضو الزيت بتاع الكشري دوت هنحطه منه على المكرونة عشان برضو يديلها طعم كويس، معلقتين كده نحطهم على المكرونة، هيتعمل برضو المكرونة بتاعتنا وتبقى جميلة جدا. كمان هيخليها مفخفخة من بعضها وحلو. هو بقى سر المطاعم بقى في الزيت بتاع الكشري ده، الزيت بقى اللي بتاع التقلية ده بيديها طعم روعة جميل جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده بقى هنزودها كوباية مية كده، جميلة جدا. هنعمل الشطة بقى للكشري، ملعقتين برضو زيت نفس الزيت بتاع الكشري، ونحط فيه الشطة نحمرها شوية كده في الزيت، ريحتها طالعة ايه، نحط لها بقى شوية صلصة من ايه اللي احنا عاملينها ان شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة جميلة جدا، نحط لها برضو شوية دقة اللي احنا عملنا برضو مع بعض. الشطة ديت حامية اهو بس ما شاء الله بتبقى جميلة اهو، ما شاء الله دي دقة الكشري بقى، شطة الكشري ودي الدقة، الدقة بقت جميلة الأخرى جميلة اهو ما شاء الله. هوريكم الرز الاخر اهو استوى جميل جدا ما شاء الله، الرز روعه 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 ما شاء الله، كله مستوي، الرز مستوي والعدس مستوي، كله مستوي ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكشري جميل جدا، نتيجه جميله جدا وروعه، والبصل بيقرمش وجميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزاكم بقى نديله دلوقتي بعد ما فرغناه مع بعضنا، شكله جميل جدا ورائع وطعمه رائع روعه. ومعاها كل ديت الشطه بتاعه الكشري وديت الصلصه ودي الدقه، حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا ريتوا بقى تجربوا وصفاتي وتقولوا ايه رايكم فيها، وما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. وعليكم ورحمه الله وبركاته.